ومو بس الكيتو اللي أخذ ضجة يا علي، ترى في أشياء كثيرة أخذ ضجة، يعني زي فعاليات موسم جدة يمكن لفت الأنظار بفعالياته أكيد. المميزة، ولا تزال كيف أصبح خير يا عرب بتروح لكل واجهة متنوعة للموسم اللي استقطب أعداد كبيرة من سكان جدة والسياح على مستوى العالم. أكيد، يعني على سبيل المثال جدة تاريخية هي أحد الوجهات وأهمها، ومن منطلق يعني شعار موسم جدة ثقافة وبحر، فقد تم التركيز على المنطقة التاريخية من خلال تنوع الفعاليات فيها نظراً لإقبال الناس عليها بشكل كبير. زميلنا أكيد عبد الرحمن الزهراني تواجد هناك ورجع لنا بهالتقرير. عبد الرحمن الزهراني فرحان بس بيتلكك بالكاميرا. ماشي عبد الرحمن. أسعد أوقاتكم مشاهدينا بكل خير. اليوم إحنا في المنطقة الأكثر تفاعلاً في موسم جدة. إحنا اليوم في جدة تاريخية في البلد، هذه المنطقة تزخر بعشرات الفعاليات المستمرة على مدار أيام موسم جدة، وإن شاء الله راح ناخذكم في هذه الجولة البسيطة نعرفكم على بعض الفعاليات وأبرزها في هذا التقرير. بدأنا جولتنا مع إحدى الفرق العالمية اللي تقدم مجموعة من الفنون الاستعراضية من خلال تسلق المباني الأثرية خلف بيت باعشن والتنقل فيما بينها بخفة عالية. هذه الفعالية أضفت جواً من الانبهار على الزوار اللي تحاشدوا لمتابعة هذا العرض. فعالية موسم جدة شيء عظيم جداً. أعرف كثير من الناس أجلوا سفرهم، ناس كثير لم يسافروا، أنا من الناس اللي ما أفكر أسافر، وكثير من العائلة بسبب أنه كل ما كان كل الفعاليات اللي كنا نسافر لأجلها جت عندنا. والله كنت سعيدة جداً بأنه أنا أقدر أقضي إجازة الصيف هنا في جدة، وبالذات في البلد. يعني عادة في الصيف ترى ما حد يجي في البلد، أكثر شيء في رمضان، بس موسم جدة سلط الضوء عليها، خلى الناس كلها تتشجع أنها تجي وتشوف، وشيء جدا منظم وجميل بصراحة، أكثر من المتوقع. عشان كذا يمكن تأخرنا كم يوم، ما كنا متوقعين هذا الصخب كله، ولكن لما جينا ترتيب ونظام وتورز ومرشدين سياحيين وآثار ما شاء الله ممتدة ومسجلة في اليونسكو. في هذه المنطقة التاريخية اللي تزخر بماض عريق، جعل منها موسم جدة وجهة ترفيهية ثقافية تحيي التراث ولكن بأسلوب مختلف. ففي هذه الزوايا اللي تم تجهيزها لبعض العازفين يقدمون ألوان فنية قديمة وحديثة وبآلات موسيقية متنوعة. وبكذا مشاهدينا انتهينا من هذه الجولة الخفيفة واللطيفة في جدة التاريخية. لاحظنا إقبال كبير من جميع الفئات يحضرون العديد من الفعاليات اللي قدمت من قبل موسم جدة في هذا المكان التراثي والتاريخي جدة التاريخية. لصباح الخير يا عرب، عبد الرحمن الزهراني، جدة.